يعطيكم الصحة والعافية، معاكم أحمد بوعريكي. سامسونج جالكسي نوت 7 هو الحين التليفون المنتظر، فلاكشيب ديفايس من ناحية الباور هاوسز اللي راح نشوفه من شركة سامسونج على نظام تشغيلي مال أندرويد. وهذا الفيديو أنا راح أخليه يكون شقين، الشق الأول راح أتكلم عن توقعاتي للجهاز، والشق الثاني خنتكلم ليش سموه سامسونج جالكسي نوت 7 وخطروا الرقم 6. أول شيء، إذا احنا تعلمنا شيء من قبل، سامسونج جالكسي نوت سيريز عادة يكون يتشابهون مع سامسونج جالكسي السيريز بالشكل، بس المواصفات دائما وأبدا راح تكون أعلى بشيء معين. فالمتوقع بالسامسونج جالكسي نوت 7 يمكن نفس المعالج، يا نفس المعالج بس ذاكرة عشوائية أكثر، يا معالج أقوى وذاكرة عشوائية نفس الشيء الموجود على الـ S7 والـ S7 Edge. فيا Exynos 8090 وسناب دراجون 820 على 6 جيجا بايت ذاكرة عشوائية، او تشيبسيت اكسنوس 8091 او 92 ولا واتيفر، او سناب دراجون 821 كون انه اوريدي هي متوفره مع ذاكره عشوائيه 4 جيجا بايت نفس اللي شفناه على S7 وال S7 Edge، فما يندرى من هالناحيه هذه. الشيء الثاني المتوقع انه اكيد راح يكون مقاوم للماي وللغبار نفس اللي شفناه على S7 وال S7 Edge، وراح يكون الانسبشن ماله شيء مختلف اكيد كون انه في عندنا احنا هني فتحه قلم بنفس الوقت، مو بس فتحه شاحن وسماعه. الشيء الثالث المتوقع انه راح يكون في ايريس سكانر، وهذا راح تكون بصمه العين مو بس البصمه العاديه، ومن وجهه نظري بصمه العين اتوقع راح تشتغل نفس اللومي 950 اكس ال، ونفس الشيء اللي شفناه صراحه من قبل خمس سنين بسنه 2011 لما نزل اصدار اندرويد ايس كريم ساندويتش 4.0، وكان في شيء اسمه فيس اون لوك وكان فاشل. انا بالنسبه لي فشل ذريع، فاتوقع راح يكون نفس الشيء. انا افضل بصمه عاديه، بس اذا موجود الايريس اي سكانر ما ظنيت هنا راح، ما ادري بالنسبه لي انا ما تهمني صراحه. والشيء الاخير المتوقع انه راح يكون عليه باذن واحد احد يو اس بي تايب سي، يا رب سامسونج تنزل يو اس بي تايب سي، واتمنى انهم ينزلون يو اس بي تايب سي. فبالمقابل اكيد راح نشوف يمكن في ار جديد يدعم اليو اس بي تايب سي. وغير البطاريه راح تكون اقل شيء اتوقع 3800 الى 4000 ملي امبير، كون ان احنا شفنا 3600 على الS7 والS7 Edge. والمتوقع الاخير اكيد او الشيء الاغرب وهو انه راح يكون شاشته منحنيه، وهو ما راح يكون اج سيريز. وهذا يعني لنا شيئين، ان سامسونج قاعد تركز، ان شافت مبيعات الاس 6 اج والاس 6 اج بلس يمكن قاعد تكون اقوى من النوت 5 والاس 6 العام، وهالسنه هذه الاس 7 اج مبيعاته اكثر من الاس 7، فليش تنزل تليفونين اذا تليفون واحد منحني الناس وايد قاعد تشتريه بس مقابل ما في اوبشن حق تليفون يكون مسطح. انا من الناس اللي فضل الاس 7 اج هذه السنه، والسنة اللي طافت فضلت الاس 6، بس انا من الناس اللي السنة طافت هنفضل النوت 5 بدال الاس 6 ادج بلس. الشاشة منحنية لازم تكون حجم معين، وانا متلهف اشوف ان شلون النوت 7 شاشة راح تكون منحنية على الحجم اللي هم مختارينه من ناحية القياس. من المتوقع انها تكون يا 5.7 او 5.8 وكواد اتش دي سوبر اموليد بانل اكيد مثل ما احنا متعودين نشوف من شركة سامسونج. الكاميرا وهالامور هذه كلها راح تتشابه من الS7 Edge، 12 ميجا بكسل خلفيه و5 ميجا بكسل اماميه، فتحه العزل 1.7 وغيره من الامور اللي اكيد راح تكون متوقعه انها تكون على جهاز فلاجشيب من شركه سامسونج على النص الثاني من سنه 2016. نتكلم الحين عن الشق الثاني، ليش سموه سامسونج جالكسي نوت 7؟ ليش خطروا النوت 6؟ المتوقع ان سامسونج اكيد راح تبرر لنا هالموضوع، وايد شركات هالسنه سوت هالحركه وسامسونج واحدة منهم. والمتوقع صراحة ان هي اتوحد ما بين سامسونج جالكسي اس سيريز والنوت سيريز، ان هما اثنيناتهم ينزلون بنفس الوقت، لان كل سنة احنا قاعد ينزل عندنا نوت سيريز يكون متأخر برقم واحد عن الجالكسي اس سيريز، وهذا الشيء صار لان سامسونج جالكسي اس الاول نزل سنة كاملة قبل السامسونج جالكسي نوت 1، وبذاك الوقت كان في سامسونج جالكسي اس 2 ومشت على الحالة جالكسي S3، Note 2، Galaxy S4، Note 3، وانت اللي ماشي من ناحية الإصدارات حق سامسونج Galaxy Note، لين الحين وصلنا حق سامسونج Galaxy S7 والمفروض نشوف Note 6، بس بالمقابل راح نشوف S7، Note 7. أنا رأيي في الموضوع يقول إن أتوقع إذا أنت خذيت إحصائية من ناس من الشارع ما لها الشغل من التقنية ولا شيء، وياي الحين عن خلينا نقول على آخر سنة 2016 تبي تشتري تليفون، إذا قلت لها إنه والله في عندك سامسونج Galaxy Note 6 وعندك آيفون 7، لما يجون يقولون في 7 هني وهني 6 اكيد لا اعطني الجديد، ليش تعطيني القديم؟ 7 ايدد، لو في خير كان صار اسمه 7. يمكن هذا تفكيرهم، وانا احس ان سامسونج اكيد فكرت بهالشيء، مو عبط التسميه. بس انا ان شاء الله باذن واحد احد راح اكون مع سامسونج متواجد باذن واحد احد في نيويورك لما يتم الاعلان الرسمي عن سامسونج جالكسي نوت 7، وان شاء الله يعطونا مبرر بذاك الوقت يقولوا لنا ليش خطروا رقم نوت 6، وعشان السنه الجايه يمكن نشوف سامسونج جالكسي اس 8 سامسونج جالكسي نوت 8. بس للعلم اوريدي في سامسونج جالكسي نوت 8، ما يندرج يسوون.
بس سامحني على طالب الكسوف. سلامتكم، تعيشون احمد بوعريكي فمان لال كريم.